أهلا بكم مشاهدينا في النشرة الاقتصادية. استحدث مصرف البحرين المركزي فئة جديدة من شركات الاستثمار ضمن المجلد الرابع من مجلد توجيهات المصرف، حيث يسمح للفئة الجديدة بتقديم خدمات الاستثمار وإدارة الثروات للشركات العائلية التي تخضع لرقابة المصرف. وقد تم إعداد المتطلبات لتتناسب مع نماذج الأعمال الخاصة بالشركات العائلية التي تقدم خدمات للعديد من العائلات الثرية، مع الحفاظ على المتطلبات الرقابية المتعلقة بالحوكمة والرقابة الداخلية. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف السيدة ابتسام العريض، مدير إدارة مراقبة المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي. مرحبا بك في النشرة الاقتصادية. ما هي المميزات الجديدة التي تتيحها هذه الخدمة للشركات العائلية؟ مساء الخير جميعا. أود في البداية أن أشكر تلفزيون البحرين على استضافتي وإتاحة الفرصة للمصرف المركزي للتعريف بمميزات هذا الترخيص الجديد لخدمات الشركات العائلية. نحن سعداء اليوم بإطلاق هذا الترخيص الشامل للشركات العائلية في البحرين، ومن أهم ميزاته توسيع نطاق الأنشطة، حيث يوفر الترخيص حل استثماري شامل لاحتياجات العائلات ذات الملاءة المالية العالية، ويمكن الترخيص الشركات العائلية من تقديم مجموعة واسعة من خدمات إدارة الثروات، ومن ضمنها خدمات جديدة تم إضافتها وهي خدمات أمناء العهد وتقديم الاستشارات التأمينية، كلها بموجب ترخيص واحد. ومن الميزات أيضا الإضافية هو تقديم خدمات مساندة لتلبية احتياجات العائلات، من ضمنها الإدارة الضريبية، الاستشارات القانونية والمحاسبية. والميزة الثانية اللي تمكن العائلات من توسيع نطاق عملائها، بحيث أنهم يستطيعون توسيع قاعدة العملاء وتقديم خدمات استثمارية لعدة عائلات أخرى. وفي النهاية نأمل أن تكون هذه المبادرة هي خطوة إيجابية جاذبة للشركات العائلية المحلية والإقليمية والعالمية، وأن تسهم في تعزيز التنافسية وتطوير الخدمات العائلية في مملكة البحرين بإذن الله. نعم، السيدة ابتسام العريض، مدير إدارة المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي، شكرا جزيلا لك. والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية. تشهد الأسواق المالية العالمية تقلبات مستمرة، تلعب هذه الأسواق دورا هاما في تمويل الشركات وتحفيز الاستثمار، تأثيرها يمتد على الاقتصاد ككل. للحديث أكثر حول الأسواق المالية العالمية يسرنا أن ينضم معنا من إمارة دبي عبر الاتصال المرئي الأستاذ دانييل تقدين، الرئيس التنفيذي لشركة بي دي سويس. مرحبا بك أستاذ في النشرة الاقتصادية. بداية، ما هي أبرز تطورات الأسواق المالية العالمية مؤخرا؟ الأسبوع هذا رح يكون كتير حافل، عنا بانك أوف جابان، عنا بانك أوف إنجلند، وعنا طبعا الفيدرالي الأمريكي، كل أخبار مهمة جدا للأسواق. رح نبلش بالآخر بانك أوف جابان، ما نتوقع أي تغيير بالسياسة النقدية الآن، رح نضل على الفوائد المنخفضة اللي هدفها انتعاش أو دعم الاقتصاد الياباني ورفع مستويات التضخم، لأنه عندهم أساسيات اقتصادية مختلفة عن بقية العالم. نروح للبنك اوف انجلند، السوق يتوقع رفع 25 نقطة أساس، شفنا أرقام الوظائف بالأسبوع الماضي، صحيح شفنا تراجع لكن الأجور بعده عم بيصير في ارتفاعات بالأجور، لذلك على البنك اوف انجلند يركز على المزيد من رفع الفوائد للحد من الأجور والحد من التضخم اللي جاي من الخدمات اللي بعده عم يرتفع أكثر وأكثر. بالنسبة للاحتياط الفيدرالي، توقعات السوق إلى إبقاء الفائدة على ما هي عليه من دون أي تغيير، لكن طبعا رح يركز السوق على خطاب الاحتياط الفيدرالي قدي رح يكون في تشديد، وعلى توقعات الأرقام الاقتصادية اللي على أساسها ممكن نتوقع
الرفعات من هلا لنهايه العام، تحديدا في نوفمبر في حال شفنا رفعه او لا، لكن طبعا السوق يتوقع البوز على المستويات في هذا الاجتماع. نعم أستاذ دانيال، هل يوجد استراتيجيات استثمارية معينة تنصح بها المبتدئين في الأسواق المالية؟ أكيد من ضمن أهم النصائح للمبتدئين بالأسواق، أول شيء عدم الانجرار إلى كل شيء بيوعد بالربح السريع، يعني الاستثمار بده صبر، بده التزام، وهو عادة بيكون لمستويات طويلة أو يعني سياسة حياة، إذا فينا نقول. ما يتوقع واحد بشهر، بيوم، بيومين، بشهرين يعمل هيدي الثروة الكبيرة. هيدا أهم شيء للمبتدئين. وطبعا ننصح الأساس، والأساس طبعا التعليم والتعليم وثم التعليم، التعليم من ناحية إدارة المخاطر يلي هو أساس التعرف على الرافعة المالية، على المارجنز، على إيقاف الربح أخذ الربح ووقف الخسارة، وكل هذه الأوامر المعلقة، بالإضافة طبعا لتحضير هذا العميل بالأخبار الاقتصادية والأجندات الاقتصادية الأسبوعية. ولازم يكون عنده طبعا نظرة أيضا بالتحليل الفني وبالشارت أناليسيز من أجل معرفة وين ممكن يدخل على السوق وممكن يخرج. طبعا نحن بننصح بالبداية يشتغل على استراتيجية طويلة الأمد، يبلش مثلا بالأسهم، أسهم الشركات اللي بشوف إنه هذه الأسهم لديها مستقبل 10 و20 و30 سنة. نعم هذه الشركات اللي لازم يستثمر فيها، أما المضاربة يبقى يتركها لأوقات لاحقة مع المزيد والمزيد من الخبرة. الأستاذ دانيال تقي الدين، الرئيس التنفيذي لشركة بي دي سويس، كنت معنا من إمارة دبي، شكرا جزيلا لك. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.